الله يحييكم. في محافظة شرورة، وفي واجهة شرورة، وهو عبارة عن موقع كافيهات ومواقع ترفيهية، ونسمع ما قالوا الشباب. يقول من بلاد اللي يقودون المسيرة، لا بدت روس القشارة بالقشارة، ترث تال سعود حامين الجزيرة، بالعدل والدين وافعال النمارة، في كنف سلمان هقوتنا كبيرة، وفي محمد مبتدى المجد ومساره، سربنا يا ابو فهد واحنا الذخيرة، في يمين طويق ولا في يسارة، والله انا في الوعد نار سعيرة، نجعل القاع الخضر تصبح قفارة، نلطم الروس الخطيرة بالخطيرة، وانت عداها ولا شفنا خطارة، كل يمنا ما تصافحنا كسيرة، بعد ذوق الذل واصناف المرارة، غطر في يا دارنا وانتي الاميرة، والبسي ثوب السعد واغلى سوارة، دام حكامك سلايلهم شطيرة، ودام شعبك في الوعد ذا جات غارة، كلهم ردوا معك من دون حيرة، للملك والدار حن رهن الإشارة، للملك والدار حن رهن الإشارة، وسلامتكم. صح لسان الشاعر الصيعري في هالقصيدة الجميلة اللي سمعناها. والموقع هذا طبعا مجمع جميل يعكس الواجهة الحضرية لمحافظة شرورة، ويرتدون الشباب والزوار من كل مكان، ورايح نقابل معهم وتسمعون من الشباب انطباعهم عن زيارتهم لشرورة، وكذلك العاملين في شرورة من خارج شرورة، وكذلك أهل محافظة شرورة، نسمع منهم مشكلة. يا مرحبا والله. محمد حسن الشهري طال عمرك. معالك زود. محمد طبعا الناس اللي برا ما بيعرفون في شرورة مثل الشكلات جلسات وتفريهات ايه وترفيهية يعني. لا والله ابشرك طال عمرك، المنطقة هذا الحين من ارقى المناطق. ما شاء الله تبارك الله. الكافيهات، المطاعم، كل ما تحتاج المنطقة ما شاء الله تبارك الله. المنطقة هذه شو اسمها؟ هذا واجهة شرورة طال عمرك. واجهة شرورة. الله الله. داير ولا؟ لا والله أنا ساكن في المنطقة. ساكن في شرورة. الله الله. والله لك التوفيق يا وياك إن شاء الله. أرحب يا أبو سيف، الله حيه. كيف الحال وشلونك؟ الله يطول عمرك. الاسم طال عمرك متعب العتيبي. معلاك زود طال عمرك. لا والله من خارج شرورة طال عمرك، لكن إن شاء الله مستقرين في المنطقة. لا والله بشرك طال عمرك، شرورة كل ما لها في تطور، وكل ما لها طال عمرك في ازدهار. ها سمعت، والمنطقة طيبة إن شاء الله، وهلا طيبين. الله يطول عمرك يا أبو سيف. يا هلا مرحبا، معك بدر بن فهد الحربي. ما عليك زود. كم لك والله؟ 5 سنوات متقطعة. كيف وجدت شرورة؟ والله شرورة كويسة، وأهلها أنا ما علي من المنطقة، علي من أهلها. أهلها طيبين، وخويت ناس إيش كثرهم من هالشرورة، والله ونعم بهم. وسكنت فيها، قاعد والله الحين تتطور كل شيء في التطور. نفس تبوك أولا، تبوك أولا كان نفس كذا، وشوف الحين كيف. والحين الواجهة ما شاء الله، والمباني هناك قامت تبني، والكافيهات. كم النتيجة؟ 4-2. الهزيمة تعلم النصر. نعم. الله يسعدك. يا عمرك طويل. انا مطلوب انت لك حق واجب عندنا هنا. مرحبا بك مليون، والله نسعد مبروك يوم شفناك. بارك في عمرك وطول عمرك. الله يطول في عمرك. عبد الله بن سالم بن شميل الصيعري. معك زود الله يطول في عمرك. الله الله من شروره. اول شيء سعدنا بوجودكم هنا في شروره مع مقابله المهرجان، الله يحييكم. وانتم مثل ما انتم شايفين شروره ما شاء الله تبارك الله، كل ما هي في تغير وفي ما شاء الله تطور. نعم، من افضل الى افضل. عندك هذه واجهه شروره تو استفتحت يعني في قبل كم شهر ما شاء الله، وفيها شايفين الكافيهات، فيها ما شاء الله في اطار الافتتاح جلسات شبابيه. نعم، فيها الجلسات يعني ما شاء الله مكان ترفيه، وكل ما شاء الله المنطقه في زياده في تطور. اللهم لك الحمد. الله يسعدك، واحنا سعدنا بالظهور في قناتك الاعلاميه. الله يسعدك.
الله يطول في عمرك. صعري. ما شاء الله يا أحلى بنت، أحلى بنت شفتها. يلا في مشاركة عندك؟ عندك مشاركة شيء؟ عندك صورة تحفظينها ولا حاجة؟ ها؟ يلا. الله يبقيك ويطول في بقاك. احمد بن سامر الزبادين اليامي، ما عليك سود. لا والله الا من نجران، لكن اعمال وارتباطات في ذلقان. والله طيبه ونعم بها وبهلها يستاهلون. العون يجيك والقصيد واجد، لكن والله ما درنا ايش اللي نجيبه في الوقت المناسب، لكن اقول والله ان في صدري المكبوت حرب وثوره وقوة عزم، لا لقيت الماي لا تعدلها. الردى يا طيب من طيبك ترى مقهوره، والمشالح في متون اللاش ما تقبلها. اليمين الطول ويسار الغوام بتوره، والنفوس الطيبة تعرف ويعرف هلها. لا تلوم الرجل لا كانه طلع من طوره، حاج تم له طريق ياقف ويصلها. شور من يصدق معاكم ما خذيت شوره، اقتنعت في نهايتها وعفت اولها. طبع من يمشي وهو فاق جميع شعوره، لك سهل الليل حصل لقمتي ياكلها. اقدحت له كاميرات وضبطوها بصوره، وغششوها بكلمة جزله لاجل ينقلها. لو طعوني من رفيقي مستحيل ابوره، ولو قبل فيني فانا ماني عليها اقبلها. علموه انها ما تجهلنا جميع اموره، وعلموه انها فطنا مير لا يدهلها. علموه انها فطنا غير لا يدهلها. المجامل حطنا في دائره محصوره، هي العقول الصاحيه خلي العقول البلها. سامح من داركم لو داركم معموره، انا رجال الا شان الدار بهبدلها. وسلامتكم ووجهك ما يلام، الله يطول عمرك.